صباح الخير مشاهدينا، وين ما كنتم تتابعونا نلتقي اليوم وياكم بحلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج جريدة ونت من على شاشة العراقية الرياضية. اليوم هذه الجولة كالمعتاد بين الصحف المحلية والعربية والعالمية والسوشيال ميديا أيضا، كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، ونبدأ الجولة مثل كل مرة بصحيفة الصباح. النسخة الأولى من صحيفة الصباح فيها: لإحراز المركز الثالث سنويا مواجهة من العيار الثقيل تجمع الحشد ونفط البصرة. في النسخة الثانية أيضا من الصباح: ممتاز الكرة يستأنف نشاطه الأحد المقبل، إعلان قرعة نهائي دوري الشباب الكروي. أولوشو كونغفو يركز على الفئات العمرية، وبطل التايكواندو أحمد هادي الرياضات الفردية مظلومة، محطات مضيئة في تاريخ رماية العراق الأولمبية. هذا كل ما جاء في النسخة الثانية من الصباح. إلى الثالثة وفيها عالمي أيضا: أتلانتا وكليبرز يعادلان فيلادلفيا ويوتا في NBA، وسامبا تأجيل الأولمبياد منحني الفرصة للتحضير، أريكسون أشعر إني بحالة جيدة، 1.4 مليار دولار خسائر الأندية الإنجليزية، هدف ميسي لا يكفي الأرجنتين لتخطي تشيلي، وتصفيات كأس العرب في ملاعب قطر المونديالية. مشاهدينا، معي الآن صحيفة المدى، وأيضا فيها من عناوين: مسؤولة حكومية تشكو الضعف المالي واستنثار الرجال، والرياضة النسوية العراقية مواهب مهملة تصطدم بقيود اجتماعية، جهود ذاتية للإعلان عن أول ملاكمة بطلة في البلاد قريبا. معي الآن أيضا هذه النسخة: سمير الموسوي يفتح ملف الجودو بحقائق جديدة، تنفيذي آذار ولد ميتا، ومليارات الأولمبية مريبة، ومؤتمر الممثليات غير شرعي. إلى الدستور مشاهدينا، وأيضا الملحق الرياضي: اجتماع الممثليات يثر الخلافات، والطب الرياضي يقيم محاضرة عن الإسعافات الأولية، اختتام بطولة السباحة الأولمبية، اتحاد كرة اليد يحدد موعد الناشئين، ورشة إلكترونية بشأن المعايير الدولية، طاقات واعدة في بطولة التنس الأرضي، انضباط التطبيعية تصدر حزمة من العقوبات، ومهرجان كشفي لرعاية الأيتام، ساعدي اجتماع خارج القانون، وحميد التحكيم ظلم منتخب الصم، وزارة الشباب تدعو الساهر لخليجي 25. لازلنا مع الدستور وفيها: برئاسة حمودي اللجنة الأولمبية الوطنية تجتمع مع ممثليات المحافظات، وانطلاق بطولة أكاديميات كركوك للشباب بكرة القدم، الشباب تدعو كاظم الساهر لحضور خليجي 25، منتخب ألعاب القوى يتوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية، اتحاد كرة اليد يحدد موعد بطولة الناشئين، دائرة الطب الرياضي تقيم محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية، شاكر محمود يثني على أداء الأسود الرافدين، طاقات واعدة في بطولة التنس الأرضي، وعمار يستدعي 20 لاعبة لقائمة وطني النساء. هذا كل ما جاء معي في النسخة الثانية من الدستور.
الزمان وفي الملحق الرياضي. في عيد الصحافة العراقية 152 وتبلور أول وسيلة اتصال جماهيري، مؤلفات أسهمت بإبراز دور الصحافة الرياضية في العراق وجهدها المتميز. الانضباط يعاقب لاعب الشرطة بالحرمان مبارتين. استدعاء 20 لاعبة لقائمة وطني الركبي. العثور على مدير الشباب ورياضة نينوى مقتولا. هذا كل ما جاء في الزمان محليا. معي الآن صحيفة الحقيقة وأيضا فيها مجموعة من العناوين. ملعب صلاح الدين الأولمبي، متابعة يومية ونسبة إنجاز تقترب من منتصف الإنجاز الكلي. منتخب ألعاب القوى يتوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية. دعوتان دوليتان لمنتخبي الرجال والنساء بتنس كرة القدم العراقي. الدرجة الأولى والمنافسة الشديدة على بطاقتي التأهل لدوري الممتاز وأيضا دوري السلة الممتاز. المباراة الختامية بين النفط والشرطة الخميس. نكمل معكم صفقة ضخمة وشيكة بين برشلونة والسيتي. مبابي وغريزمان نار تحت الرماد في معسكر الديوك. يوفنتوس يبدأ محادثات ضم نجم بايرن ميونخ. وأيضا لقب فرنسا المفتوحة يغري ديوفيتش لتحقيق جولدن سلام. هذا كل ما جاء معي من العناوين المحلية وأيضا بعض النسخ اللي جاء بها العناوين العالمية. نعم مشاهدينا، حضرنا معكم الآن كما ترون المقالات وننتقل مباشرة لها. وهذا المقال في صحيفة الصباح بعنوان شموع في بلاد صاحبة الجلالة للكاتب والصحفي خالد جاسم. لهذا المقال تفاصيل ومحتوى نسمعه من ضياء. مرت علينا أمس مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعا، هي عيدنا معشر الصحفيين، عيد الصحافة العراقية التي تفتخر بعراقتها وريادتها برغم كل ما مر بها من ويلات وأزمات وسنوات عجاف. وكانت للصحافة الرياضية حصة معروفة بالطبع من سنوات الغليان وأعوام الربيع. وهذه سنة الحياة دائما وليست دورة حياة متوقفة على عالم الصحافة وحدها. وعندما نستذكر هذه المناسبة الغالية وأعرج من خلالها على صحافتنا الرياضية باعتباري صحفيا رياضيا ليس إلا وهو عنواني الأول والأخير الذي أعتز به أيما اعتزاز، تنثال الكثير من الصور والذكريات. وتمر مناسبة كبيرة مثل عيد الصحافة العراقية، لابد أن تكون هذه المناسبة فرصة لمراجعة الذات تماما عندما تحضر أمامي شرائط خواطر وذكريات وتداعيات تمتد لما يقرب 40 عاما تكاد تمثل عمري في المهنة بكل ما تختزنه الذاكرة وما يحتضنه القلب أيضا من مواقف وأحداث تختلط فيها الأفراح والأحزان معا وبكل ما تنطوي عليه من تجارب ومحطات توقف خلالها قطار العمر. وفيها من الأسرار والخفايا الشيء الكثير، وهو ما حاولت توثيقه في أكثر من كتاب بكل ما تحتويه من خبايا وتفاصيل لها عميق الصلة بواقع الرياضة العراقية وانعكاساتها على العمل الصحفي الرياضي، مع تعزيزها بوثائق وصور من الطراز النادر. نعيش هذا العيد الجميل بدلالاته الرمزية، وأول ما أبتدئ به هو الترحم على الراحلين من أساتذتنا وزملائنا الذين غادروا الحياة الفانية، ولكل منهم آثار وذكريات ومواقف. وفي المقدمة منهم أستذكر شهداء، وإن كانوا جميعا رحمهم الباري جل في علاه، من الجيل الحديث لصحافتنا الرياضية ما بعد التغيير 2003،
ومنهم الراحلون شهداء ماجد الصقر وعلاء عبد الوهاب وسرمت سلمان وسعد طالب عناد، قبل أن أستذكر هنا أساتذتي الكبار عمرا وخبرة وكفاءة ومنزلة، وكان لي مع كل منهم مواقف وذكريات لا تنسى، وأبتدئ بالمعلم إبراهيم إسماعيل الذي احتضنني وشجعني في الخطوة الأولى إلى جانب الأستاذ الكبير مؤيد البدري. نعم مشاهدينا، نكمل معكم بقية المقالات ومعي مقال آخر، وهذه المرة في صحيفة الحقيقة وبعنوان منتخب الشباب بين الماضي والمستقبل لكاتب الصحفي الرياضي قاسم حسون الدراجي. أيضا لهذا المقال بعض الذكريات وتفاصيل ومحتوى مهم نقف عنده ونسمعه من ضياء. مرت الكرة العراقية بأسماء شبابية ومواهب مميزة عبر تاريخها الحافل خلال أكثر من 70 عاما، حصدت من خلالها الألقاب والبطولات وأنجبت اللاعبين الشباب الذين تألقوا فيما بعد مع المنتخبات الوطنية والعسكرية وأصبحوا نجوما لامعة في سمائها. ومن خلال نظرة سريعة للوراء نرى أن منتخب الشباب قد انطلق بقوة خلال 60ات القرن الماضي، ونجح لاعبوه في هزيمة منتخب شباب ألمانيا الديمقراطية في عام 1969 بثلاثية رائعة لابن الديوانية اللاعب فالح عبد حاجم، إلى جانب زملائه مجبل فرطوس وعلي كاظم وشدراك يوسف والراحل الشهيد بشار رشيد. وتوالت الأجيال الأخرى لتحصد اللقب الآسيوي لخمس مرات في أعوام 75 و77 و78 و88 و2000، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب 4 مرات، وحل رابعا في نهائيات تركيا عام 2013. منتخب شباب العراق مدرسة كروية يتخرج منها في كل مشاركة آسيوية جيل شبابي طموح، كان من أبرزهم الراحلين علي كاظم وكاظم وعل وحسين سعيد وأحمد راضي وعماد محمد ويونس محمود وعشرات الأسماء الأخرى التي تألقت في المشاركات العربية والإقليمية والدولية، وكانوا خير سفراء للكرة العراقية وجماهيرها العاشقة لكرة القدم. اليوم يستعد منتخب شباب العراق بقيادة الكابتن عماد محمد صاحب هدف الفوز في نهائي آسيا 2000 في مرمى المنتخب الياباني، وبمعية مساعديه حسان تركي وأحمد والي محمد ناصر والمنسق الإعلامي لمنتخب الشباب الزميل المبدع أحمد سعيد الذي لا يترك شاردة ولا واردة في إيصالها للجماهير. يستعد منتخبنا الشبابي للمشاركة في بطولة كأس العرب والتي ستقام في جمهورية مصر العربية، حيث يقيم شباب العراق حاليا معسكرا تدريبيا هناك، خاض خلاله مباراة ودية أمام منتخب مصر انتهت لصالح المصريين بهدفين دون رد، بعد أن وفرت وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية كل مستلزمات المعسكر التدريبي فنيا وإداريا وماديا، والذي تجلى في الزي الرسمي الأنيق والموحد لكل أعضاء الوفد في صورة جميلة فارقت وفودنا الرياضية منذ سنوات طوال. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ونشكر الزميل ضياء على قراءة المقالات، ونتواصل معكم في جريدة ونت. الآن نشاهد هذا الفيديو لقرعة نهائي دوري الشباب لفرق الممتاز، نشاهد.
مشاهدينا نكمل معكم السوشيال ميديا، ومعي الآن هذا البوست لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. نشر: العراق يتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 رغم خسارتها من إيران بهدف نظيف، وتحجز مقعدها كأحد أفضل ثواني المجموعات. مبروك لأسود الرافدين التأهل. معرض الكرة العراقية كتنت في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إيران: أنا سعيد بالتأهل إلى الدور الثاني، اللاعبون قدموا ما عليهم وأنا أشكرهم على ما بذلوه من جهد طيلة الفترة الماضية. الوضع لم يكن طبيعيا منذ معسكر البصرة، وسوف أقوم بتأليف كتاب أشرح من خلاله تجربتي مع المنتخب الوطني وكيف أن أحد الأندية المحلية قام بإفشال معسكر الوطني قبل الدخول في التصفيات الآسيوية. نعم مشاهدينا نكمل. وصد الكرة العراقية أيضا نشر: الحضور الجماهيري في ساحة الصدرين في النجف الأشرف لمتابعة مباراة منتخبنا أمام إيران. كانت هذه الصور أثناء المباراة. أما هذه التغريدة كانت للكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، نشر فيه: شكر ونقدم شكرنا للسيد الكاظمي والسادة أعضاء مجلس الوزراء لتذليل احتياجات أسرة النجم الراحل أحمد راضي وتقديم الدعم والرعاية لقطاعي الشباب والرياضة، ونؤكد أن القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 15/6/2021 بناء على الطلب الذي قدمناه من أجل معالجة الوضع القانوني للديون المترتبة على الكابتن الراحل أحمد راضي وتقديم الدعم لنجوم الرياضة العراقية ورموز الذين قدموا تضحيات من أجل إعلاء اسم العراق في المحافل الدولية. الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا نشر: المسابقات تحدد موعد نهائي لبطولة كأس العراق. قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم إقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2021 بين فريقي الزوراء والقوة الجوية الجمعة يوم 16/7/2021 على ملعب الشعب الدولي، وكان فريق الزوراء والقوة الجوية قد تأهلا إلى نهائي بطولة الكأس بعد فوز الأول على فريق الشرطة بهدفين من دون مقابل، فيما حقق الثاني الانتصار على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد. نعم مشاهدينا نكمل معكم، وهذا آخر ما لدي: طرح تذاكر المباريات المؤهلة نهائيات بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم بقيمة 20 ريال قطري للتذكرة الواحدة. موقع المحترفين أيضا نشر: محترف لاتسيو الإيطالي شوان سروان يلتحق بمنتخب الشباب في مصر. وصل اللاعب العراقي المحترف في صفوف لاتسيو الإيطالي شوان سروان إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب الشباب في معسكره التدريبي تحضيرا للبطولة العربية، وسينخرط شوان في تدريبات منتخب الشباب بدءا من الأربعاء بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني بسبب الرحلة الطويلة من إيطاليا إلى مصر. نعم مشاهدينا نكمل معكم وننتقل إلى الصحف العربية. أول الصحف معي هي صحيفة الاتحاد الإماراتية، وجاء فيها: منتخبنا يتخطى فيتنام لاستكمال حلم المونديال والأبيض صدارة وتأهل بجدارة. المنتخب ينافس العراق على المستوى الثالث في القرعة. فهد حديد يوقع لخورفكان لموسمين. الترجي يستعد للأهل المصري في الغابات، وإيركسون يطمئن الجماهير: أنا بخير.
عمان الرياضية أيضا جاء فيها مجموعة من العناوين، فاز على بنغلاديش 3-0 وصعد إلى المرحلة النهائية لكأس العالم بقطر 22. منتخبنا الوطني يتأهل رسميا لنهائيات كأس آسيا بالصين 2023. الأحمر يتحول من الفقاعة الصحية الآسيوية إلى العربية. برانكو يفتح ملف مباراة الصومال وتحديد شروط تذاكر الدخول. القبس الكويتية أيضا جاء فيها المطوع يتساوى مع حسن، الأزرق يعود للتدريب السبت، المطيري الهيئة اعتمدت الاحتراف الكلي، مواجهتان كويتية قطرية في يد الآسيوية، اليابان تتأهل بعلامة كاملة، ومشاركة صلاح في الأولمبية معلقة، مليار دولار خسائر أندية إنجلترا، والأرجنتين تهدر الفوز كالعادة. الراية القطرية آخر ما معي. المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يعتمد الاستراتيجية الجديدة لتطوير الدوري وتقليص عدد أندية دوري نجوم KNP. نكمل معكم وننتقل مباشرة إلى الصحف العالمية، وأول ما معي هي لجازيتا دل سبورت، وأيضا جاء فيها الترفيه والعواطف والأبطال، هدف هاملز الخاص يجعل فرنسا تستمتع. الماركا هذه الصحيفة العالمية الأخرى معي، وجاء فيها تحدثت عن محاولة أو تحدثت عن محاولة لاعب المنتخب الألماني روديجر، وهو يعض أو يحاول أن يعض لاعب المنتخب الفرنسي بوغبا، وكتبت أن بوغبا تفادى العض في اللحظة الأخيرة. هذه صحيفة ليكيب الفرنسية، وجاء فيها هذه الصحيفة تغنت بفوز منتخب بلادها وكتبت فاز البلوس في ألمانيا وانطلقوا في بطولة أوروبا بشكل مثالي. The Sun الإنجليزية جاء فيها كريستيانو رونالدو ينفجر، جعلت شركة كوكا كولا تخسر 4 مليارات دولار بعد إزالة القنينة للمشروب الغازي في المؤتمر الصحفي. وأيضا رونالدو، نبقى معه، غرد بعدما أصبح هداف أمم أوروبا يجب أن تعرف كيف تعاني وتقاتل حتى النهاية وتؤمن دائما بكل قوة، لا يوجد خصم سهل ولا ألعاب مكسب في المباراة، بطولة أوروبا هي مسرح فاخر حيث لا يوجد إلا الأفضل إلا الأفضل، وحيث يجب أن يتحقق كل فوز بكل مخلب ومنتهى، فوز رائع يا فريق، نحن ذاهبون إلى هدفنا القوة البرتغال، نحن ذاهبون إلى كل شيء لنعطي البرتغاليين المزيد من البهجة التي دعمونا فيها كثيرا. موقع goal.com العربية، موقع جول العالمي أيضا نشر في سابقة هي الأولى من نوعها مع بداية مباراة فرنسا وألمانيا، قام مشجع باقتحام ملعب المباراة لكن ليس من أرضية الملعب بل جوا عن طريق باراشوت. مشاهدينا الآن نختم حلقة اليوم وجولتنا لجريدة ونت بين الصحف المحلية والعربية والسوشيال ميديا والصحف العالمية أيضا، لكن نحب أن نذكر بأنكم يمكنكم متابعة جريدة ونت وبقية البرامج على قناة العراقية الرياضية من على مواقع التواصل الخاصة في اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام أيضا. شكرا للجميع وشكرا لكادر العراقية الرياضية وبرنامج جريدة ونت، إلى اللقاء.